مساء الخير. تتعالى الأصوات المنتقدة لنظام أسد في روسيا وتزداد وتيرة وسقف المطالبات بالتخلص من عبء بشار الأسد، وتدخل الرسائل الروسية الموجهة للنظام مرحلة جديدة. فلم تعد المسألة تقتصر على تسليط الضوء على فساد النظام أو توجيه السهام لسوء إدارته للبلاد، وإنما باتت الرسائل تستهدف رأس النظام بشار الأسد وتطالب بالإطاحة به. المجلس الروسي للشؤون الخارجية المقرب من الكرملين والذي يديره وزير الخارجية الأسبق إيغور إيفانوف دخل على الخط وسلط في تقرير له الضوء على مسعى روسي أكثر جدية لإحداث تغييرات في سوريا، وتحدث عن توقعات بتوصل روسيا وإيران وتركيا إلى توافق على الإطاحة بالأسد وإقرار وقف شامل للنار مقابل تشكيل حكومة انتقالية تضم أطرافا من النظام والمعارضة والقوى الديمقراطية. فالأمر على ما يبدو ليس مجرد انتقادات عابرة لبشار الأسد، وإنما الرسائل الروسية تحمل في طياتها مسعى جديا لإيجاد بديل يضمن المصالح الروسية ولا يخرج الأمور عن أيدي موسكو، وهذا ما يتضح من السيناريوهات المتوقعة في سوريا والتي طرحتها وكالة تاس الحكومية. وهنا نتساءل، لماذا تتكاثر الرسائل الروسية الموجهة للنظام هذه الأيام؟ هل فعلا موسكو ضاقت ذرعا بالنظام وتحاول إيجاد حلول وسط للتخلص من عبئه؟ ألا تشكل إيران عقبة كبيرة أمام أي محاولة روسية للإطاحة ببشار الأسد؟ وهل من المعقول أن تقبل إيران التضحية ببشار الأسد وتقبل بأن يكون للمعارضة دور بعد الحرب الطويلة التي خاضتها ضدها؟ وهل تبدو السيناريوهات التي تحدثت عنها وكالة تاس واقعية في ظل الأوضاع على الأرض؟ وبعد كل الذي فعلته روسيا في سوريا، هل من الممكن أن تكون صادقة في مساعيها لتغيير حقيقي داخل النظام؟ حلقة جديدة من هنا سوريا، أهلا بكم. أهلا بكم مجددا. سلط تقرير للمجلس الروسي لشؤون الخارجية المقرب من الكرملين سلط الضوء على مسعى روسي جديد لإحداث تغييرات في سوريا، وتحدث عن توقعات بتوصل روسيا وإيران وتركيا إلى توافق على الإطاحة بالأسد. نتابع التقرير ونعود للنقاش. يرتفع سقف المطالبات داخل روسيا لإجراء تغييرات داخل نظام أسد، وترسل روسيا رسائل عدة عبر مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام المقربة منها، آخرها جاء من مجلس الشؤون الدولية الذي أكد في تقرير له أن روسيا أصبحت أكثر جدية بشأن إجراءات تغييرات في سوريا لأن حماية الأسد أصبحت عبئا عليها. ورأى التقرير أن روسيا وتركيا وإيران من الممكن أن تتوصل إلى توافق على الإطاحة ببشار الأسد وإقرار وقف لإطلاق النار مقابل تشكيل حكومة انتقالية تضم المعارضة وأعضاء من النظام وميليشيا قسد. هذا وأوضحت وكالة تاس الروسية للأنباء أن روسيا تظن أن الأسد ليس فقط لم يعد قادرا على قيادة البلاد، بل إن رئيس النظام يجر موسكو نحو السيناريو الأفغاني، وهو احتمال مقلق جدا بالنسبة لروسيا. وذكرت الوكالة الروسية أن موسكو تعمل على عدد من الخيارات، بينها سيناريو يرى أن القوات الأجنبية الموجودة في سوريا تقبل نطاق نفوذ لكل منها لتبقى سوريا مقسمة إلى منطقة محمية من طهران وموسكو، ومنطقة معارضة مدعومة من أنقرة وشرق الفرات المدعوم من واشنطن، بينما يتطلب السيناريو الثاني انسحابا كاملا لجميع القوات وتوحيد البلاد بعد تحقيق تحول سياسي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254. واعتبر التقرير هذا الخيار أقل تكلفة لجميع الأطراف. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب الصحفي محمود الوهاب من غازي عنتاب، كما ينضم إلينا أيضا المحلل السياسي الروسي يفغيني سيدوروف معنا من موسكو. مساء الخير وأهلا بكم. دعني أبدأ معك سيد يفغيني، يعني المجلس الروسي لشؤون الخارجية، وكان الأسبوع الماضي هنالك أيضا تقرير لمركز دراسات مرموق روسي يتحدث عن سيناريوهات حول سقوط الأسد وما إلى ذلك،
لماذا تتكاثر هذه الرسائل الروسية اليوم حول يعني سقوط الأسد أو استبعاده من روسيا أو تخلي روسيا عنه؟ نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين وضيفك الكريم. أنا أعتقد أولا أن يعني هذه المقالات أو التعليقات التي ظهرت في الفترة الأخيرة على صفحات الصحف وبعض المراكز للدراسات في روسيا عبارة عن وجهة نظر شخصية لأصحابها وليست هي بوجهة نظر رسمية. الملفت أن ما من جهة رسمية مثل وزارة الخارجية أو مثلا ممثلي الحكومة أو ديوان رئاسي لم يبدو أي رد فعل سواء بشأن هذا الموضوع أو بشأن الأوضاع في سوريا في الفترة الأخيرة. ولكن من جهة أخرى يمكن وصف ظهور أو ورود هذه المقالات في الفترة الأخيرة بأنه إشارة إلى أن روسيا ربما تحاول برأي إطلاق بالون اختباري لمعرفة رد فعل عدد من الأطراف المعنية بمثل هذا التقييم للسياسة التي يمارسها النظام لمعرفة ربما انعكاسات هذا أو ذاك من السيناريوهات والقرارات أو الحلول المحتملة التي قد تتخذها موسكو في الفترة الأخيرة. ولكن أعود فأقول إنه حتى الآن لا يوجد أي مؤشر رسمي على أن روسيا بالفعل غير راضية عن سياسة النظام السوري، لكن هناك طبعا عدد من العوامل التي لها علاقة مباشرة بموقف موسكو ربما التي ضاقت ذرعا كما جاء في تقريركم أو من سياسة بشار الأسد. ومن هذه العوامل أولا وقبل أي شيء آخر عاملان هما يعني الجهود التي تبذلها روسيا شأنها في ذلك شأن غيرها من بلدان العالم في مكافحة وباء فيروس كورونا وتفشيه، وثانيا طبعا التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة وبالإضافة طبعا. لكن كان هناك أيضا أستاذ يفغيني تصريحات تتحدث عن عدم التزام بشار الأسد بالاتفاق الموقع بين روسيا وتركيا في آذار الماضي، وعدم الالتزام هذا يعني يضيق الخناق على روسيا أمام شركائها في هذه الاتفاقيات السابقة وهي تسعى لتحصيل مكاسب اليوم على الأرض. لا يمكن القول إنه يضيق الخناق على أصدقاء روسيا أو على بشار الأسد وإلى آخره ما لم تتضح الأمور بشكل نهائي، سواء فيما يتعلق بنوايا النظام الحقيقية إذا يعني رد فعل موسكو هذا على ما يبدو على ما يجري في سوريا وإن كان هذا الرد غير رسمي. ثانيا لابد طبعا من معرفة يعني تلك الإجراءات أو الخطوات التي ربما ينوي النظام في سوريا اتخاذه في الفترة القريبة القادمة نظرا لوجود مشكلة أخرى مقلقة جدا بالنسبة لسوريا وبالنسبة لعلاقاتها مع روسيا وهي ما يدور حول رامي مخلوف في الفترة الأخيرة، وهذه الأشياء معروفة للجميع ولا داعي لتكرارها. نعم، يعني ولكن هذه الأشياء المعروفة أيضا تشير إلى تورط روسيا أو تدخل روسيا في هذا الصراع، وهي التي تقوم بإلقاء القبض على مدرائه في هذه الشركات. الحقيقة أن هذه الأنباء بإلقاء القبض واعتقال مدراء عدد من الشركات التي يسيطر عليها رامي مخلوف لا تؤكدها مصادر روسية رسمية، وبالتالي لا يمكن الحديث عما إذا كانت هذه الأنباء تتفق والواقع أم أنها مجرد أنباء على مصادر غير مؤكدة ومصادر غير رسمية، وبالتالي لابد من انتظار أي تأكيد من موسكو على صحة مثل هذه المعلومات. نعم، أستاذ محمود، هل تتفق مع الأستاذ يفغيني بأنه اليوم هذه الدراسات أو المقالات التي تصدر عن المجلس الروسي للشؤون الخارجية وقبلها أيضا عن المجلس الروسي للشؤون الدولية تتحدث عن أنه روسيا ضاقت ذرعا بالأسد، تتحدث عن سيناريوهات مستقبلية لسوريا بدون بشار الأسد والانتقال إلى حل سياسي والالتزام بقرارات الأمم المتحدة، هل ترى أنه هذه الدراسات هي عبارة عن بالون اختبار كما ذكر الأستاذ يفغيني أم تحمل رسائل سياسية إقليمية ودولية؟
بداية شكرا لك وللاستضافة، أهلا فيك. وشكرا للسادة المشاهدين ولضيفك إيفجيني سيدروف. أنا أعتقد بأن الإعلام الروسي ليس منفصلا بعيدا عن الدوائر الرسمية، وإن كانت الشركة أو مكتب الوكالة الخارجية يعني خاص أو لا علاقة مباشرة له في الدوائر الرسمية، ولكن في الإعلام الروسي لا يوجد إعلام مستقل نهائيا. وروسيا الحقيقة تعبت كما تعبت كل الأطراف المتدخلة في الشأن السوري، يعني بعد 9 سنوات من القتل والدمار والتشريد الشعب السوري، الكل تعب والكل أدين، والكل أدين دوليا وإنسانيا وفي كل المجالات. نعم. ما أراه أنا أنه آن الأوان لأن يودع هذا النظام، والشعار الذي رفعه منذ البداية البلد عفوا الأسد أو نحرق البلد، ها هي البلد قد حرقت ودمرت وانتهى، فلم يعد أي معنى لبقاء هذا النظام. إضافة إلى أن روسيا وحدها صحيح هي ما المقصود بأنه الأقوى لم يعد في أي معنى سوريا اليوم؟ اليوم، يعني وهي حتى سابقا بالنسبة للسوريين ليس هنالك معنى لأي بقاء لبقاء لم هذا لم النظام يعد أستاذ لم محمود. يعد اسمح لي فقط لو سمحت، لأنه يعني ولكن رفع روسيا شعار إما دافعت حتى رقم الرمق الأخير عن هذا النظام، ودافعت عن كرسي بشار الأسد وما إلى ذلك. دافعت صحيح، ولكن اليوم ليست روسيا الوحيدة التي تقرر في سوريا، وليست إيران وحدها التي تقرر في سوريا، هناك أمريكا في الشرق وهناك المعارضة في الشمال وتركيا، وجرى اتفاق رسمي هذا الذي طرح في تقريركم وفي مقدمتك أنت. لذلك اليوم القرار ليس، بالعكس روسيا اليوم تسعى من خلال هذه الأعمال ومن خلال هذه الرسائل التي توصلها إلى الأسد لأن تتمكن من القرار أكثر لتنفيذ الاتفاق الذي وقع بين الأطراف، وأيضا لإرضاء من هو موجود في المنطقة الشرقية، يعني أمريكا. يعني لا يمكن لروسيا أن تحل المشكلة بشكل مستقل نهائيا. اليوم صحيح هناك 4 أو 5 أطراف متدخلين في سوريا، ولكن العالم كله مشغول في المسألة السورية، وما حصل للشعب السوري أيضا وإن كانت يعني بغض النظر اليوم عن فعالية المعارضة وعدم فعاليتها، لكن ما جرى في سوريا له تأثير في العمق الوجداني الدولي إذا صح التعبير. طيب، هذا العمق الوجداني الدولي أستاذ محمود الذي يعني تفرج على السوريين خلال 9 سنوات الماضية وهم يقتلون بكل أنواع يعني الأسلحة. اليوم أعتقد يعني الشارع صحيح السوري نوعا ما أستاذ محمود لا يعول على العمق الوجداني الدولي، ولكن يعول على المصالح الدولية التي إذا تقاطعت قد تجد حل صحيح لهؤلاء السوريين المتواجدين صحيح اليوم في صحيح الخيام على الحدود السورية. دعني أنتقل للأستاذ يفيجيني. أستاذ محمود، نعم نعم، فقط لاستثمار الوقت، أنا معك، لا فقط نعم أريد أن أقول باختصار، أن أريد أن أقول أن هناك منظمات دولية إنسانية تتعاطف مع الشعب السوري وتؤثر على نحو أو آخر في حكوماته. نعم. طيب أستاذ يفيجيني، هل روسيا اليوم وصلت لقناعة ما بأنه هذا النظام أفلس، أم أنها أخذت ما كانت ترغب بتحصيله سابقا وهو تواجد على المياه الدافئة في المتوسط وإيجاد قواعد عسكرية وأيضا يعني أخذ الموانئ بعقود طويلة الأجل وقابلة للتمديد، وبذلك اليوم هي جاهزة للتخلي عن شخصية مقابل يعني الحفاظ على مصالحها التي حصلتها؟ نعم، أنا لدي انطباع بأن روسيا تريد أن تجري الأمور في سوريا وتؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير هذا النظام، ولكن لكي لا يبدو للعالم أن لروسيا ضلعا في ذلك. يعني روسيا تريد أن تؤدي التطورات القادمة في سوريا
يعني موضوعيا او ربما بمشاركه من قبل عدد من الاطراف، لكن بدون مشاركه روسيا بشكل مباشر، الى ضروره تغيير النظام. ربما سيحدث ذلك في العام المقبل بعد الانتخابات الرئاسيه وربما قبل ذلك. الان روسيا نحن لا نعرف شيئا يعني واضحا او دقيقا بشان نواياها الحقيقيه في هذا الأمر، ويبدو أن روسيا الآن تراقب أو تتابع التطورات الداخلية في سوريا، رغم أن هناك تصعيدا واحدا واضحا لهذه الأوضاع، سواء من الناحية الاقتصادية. نحن نعلم أن هناك أزمة الغذاء وأزمة القمح والخبز وإلى آخره، بالإضافة إلى تدني وتراجع سعر الليرة السورية نسبة إلى الدولار مثلا، وغير ذلك من الصعوبات. إلى ما ستؤدي كل هذه الأمور وكل هذه التعقيدات في نهاية المطاف؟ أنا أعتقد بأن روسيا سوف تتابعها وربما ستتدخل، ولكن بشكل غير مباشر من خلال ربما أطراف أخرى، وبالتالي سوف يحدث ربما طيب تطور. يعني بقراءتك أستاذ يفيغيني، من هي الأطراف الأخرى التي قد تشركها روسيا بما سيجري؟ ما هي معروفة وواضحة للجميع في تقريركم وفي يعني مقدماتكم، التسميات. تم تطرق إلى سوريا، إلى تركيا وإيران، إلى الولايات المتحدة ومعارضة سوريا، كل هذه الأطراف لها طيب علاقة بالحديث عن بالأوضاع إيران. على الأرض. نعم، بالحديث عن إيران، بحكم أنك ذكرت أنه هي من الممكن أن تكون من الأطراف، هل ترى أنه إيران مستقبلاً ستكون طرف داعم لهذا التغيير إن تم، يعني أم أنها ستكون عقبة بوجه روسيا وبوجه التفاهمات الدولية التي تقوم بها روسيا اليوم، إن كان مع الولايات المتحدة أو مع تركيا؟ أنا برأيي داخل إيران هناك تيارين أو جناحين، بين داعم للنظام الحالي، وهذا الداعم ممثلوه مستعدين للمضي إلى أبعد ما يمكن في دعمهم للنظام ولكل الخطوات التي يبذلها النظام في دمشق، حتى فيما يتعلق بشق العسكري لهذا الأمر. ولكن هناك كما أعتقد جناح آخر أو تيارا سياسيا آخر بداخل إيران ربما مستعد للانضمام إلى الجهود الدولية، وإن تأكدت هذه الجهود بالفعل، فيما يتعلق بنوايا خاصة بالنظام الحالي في دمشق. نعم، أستاذ محمود، هل ترى أن إيران ستقبل التضحية ببشار الأسد، وستقبل أيضا أن يكون للمعارضة دور في مستقبل سوريا إن صدقت هذه السيناريوهات؟ بالطبع إيران لن تقبل نهائيا، لا المحافظين ولا المعتدلين، يعني ليس روحاني وليس الحرس الجمهوري، لن يقبلوا بهذا الأمر. ولكن في السياسي لا يوجد أقبل ولا أقبل، يوجد ظروف موضوعية، والوضع الإيراني هو قريب من الوضع الروسي اليوم من الناحية الاقتصادية، بل هو أسوأ بكثير من الوضع الروسي، ولم يبقى لديهم ما يطعمون به شعبهم حتى يدفعوا للميليشيات وما أشبه ذلك. والعراق تعرفين أنها قامت عليهم، وجاءت كورونا، وباء كورونا يخفف أو يؤجل تلك المظاهرات. لذلك إيران ليست في الموضع التي تعارض وتقول لا إلى النهاية، ربما تكره على هذا الموقف. يعني المسألة كما قلت في البداية وصلت إلى حد النهائي، شعب وضع اقتصادي سيء عند الجميع، حتى في سوريا في انهيار اقتصادي مطلق، اليوم الليرة مقابل الدولار 1350. لذلك يعني هذا النظام زائل، وأنت إذا أردت أن تزيلي بناء ما لابد أن تشيري إلى العيوب الموجودة فيه، وهنا هذه الرسائل الروسية هي نوع من فضح هذا النظام، في ليس فضحا دوليا وإنما أيضا أمام الشعب السوري. صحيح الشعب السوري يعرف أن هناك
هناك مافيات تسرق الشعب منذ 50 سنة حتى الآن هذا، ولكن اليوم وبالرسائل التي بثت عبر رامي مخلوف كشفت الحقيقة، ولذلك إيران غير قادرة على الصمود. صحيح هي لها أنصار ولها من يدعمها، وربما هي كانت مسؤولة عن خلية الأزمة التي فجرت في العام 2012 وكل هذه المسائل، ويمكن يعني إيران لها الدور الأساسي في استمرار هذه الحرب منذ في إشعال هذه الحرب واستمرارها أيضا، ولكنها عاجزة أن تبقى كما كانت عاجزة واستدعى النظام روسيا، اليوم عاجزة أن تقف في وجه هذا الاتفاق الذي تحدثتم عنه في التقرير. طيب أستاذ يافغيني، يعني اليوم خلافات داخل الدائرة الضيقة لبشار الأسد هو وابن خالته رامي مخلوف، وهنالك حالة من الاستياء والصد والرد داخل الحاضنة الشعبية إن أمكن وصفها بهذه الطريقة لبشار الأسد أمام هذه الانقسامات العائلية التي تجري. إلى أي حد هذه الانقسامات ستخدم روسيا بالسيناريوهات المطروحة؟ نعم، هي من جهة أو من أول وهلة يبدو أن هذه الانقسامات التي تجري حسب وصف بعض المراقبين في روسيا بأنها صراعات ما بين النخب التجارية والاقتصادية الحاكمة والمسيطرة على الاقتصاد السوري، لأول وهلة قد تفيد ربما موسكو فيما يتعلق بضرورة تحقيق هدفها إذا ما تأكدت هذه الأنباء بشأن ربما نيتها التباحث مع إيران وتركيا موضوع الإطاحة ببشار الأسد. ولكن من جهة أخرى أعتقد، وأنا لا أستبعد هذا الاحتمال، أننا أمام مسرحية يعني أو تمثيلية أدوارها موزعة بين بشار الأسد وكأنه مكافح للفساد، وهذا ما تطالب به روسيا من النظام وتنتظر الإجراءات الحاسمة من النظام، وبين رامي مخلوف الذي ربما يحاول البعض يعني تصويره بأنه غارق في الفساد وهو واجهة هذا الفساد. ولكن يبدو لي بما أنك جئت على هذا التفصيل دعني أيضا أسألك، هل تصدق أنه أسماء الأسد في الكواليس ومن ورائها يعني طاقم يعمل إلى جانبه في يعني ما يسمى التنمية العامة أو ما إلى ذلك، يعني هنالك أيضا أسماء وحاشية أسماء؟ نعم، هناك أسماء وهناك مهند دباغ، قصة معروفة، وهي يسمى بلغة بعض المراقبين بأنه صراع تحت السجادة كما يقال أو تحت طاولة، وبالتالي روسيا في مثل هذه الظروف يبدو أنها لا تسرع في الوقوف إلى جانب أي طرف من الطرفين، طبعا إذا كان الحديث يدور عن طرفين فقط وربما هناك أكثر من طرفين، ولكن أهمها طبعا من جهة رامي مخلوف ومن جهة أخرى مهند الدباغ الذي ربما لا يمانع في أن يحل محل ابن خالة بشار الأسد فيما يتعلق بهذا الموضوع. سنعيش ونرى ربما التطورات التي ستحدث قريبا جدا، وهي تنتهي ربما بحل ما هو حل وسط ما بين بشار الأسد ورامي مخلوف، ولكن روسيا تفضل الآن في هذا الوقت بذات عدم التدخل فيما يجري هناك وتنتظر نتائج هذه المواجهة. طيب أستاذ يافغيني، هنالك أيضا من يشير بالبنان إلى تدخل روسيا في هذا الموضوع لطرف على حساب طرف آخر، هل ترى أنه يعني قد تكون روسيا على أقل تقدير محرك من يعني محرك من خلف الكواليس لما يجري؟ لا أعتقد ذلك، لا سيما إذا كان المقصود بسؤالك أي جهة مثلا رسمية في روسيا. طبعا هناك أحاديث بأن مثلا عائلة مخلوف لها مصالح تجارية في موسكو وأنها اشترت كذا وكذا من الشقق والعقارات في أغنى منطقة وحي بموسكو في تجمع سكاني اسمه موسكو سيتي، وهناك مصالح اقتصادية أخرى، ولكن هذا الأمر ربما يخص
مجموعة معينة من الأشخاص من رجال الأعمال ولا علاقة لهم مباشرة بالنظام في روسيا حتى. نعم أستاذ محمود، اليوم روسيا تقف يعني بحسب الإعلام وبحسب التقارير التي تصدر عن روسيا تظهر وكأنها لم تدعم بشار الأسد بشخصه ولا حتى بنظامه خلال السنوات الماضية، أي منذ تدخله في عام 2015 من أيلول لعام 2015 إلى هذه الساعة. تظهر أيضا بمظهر المصلح الذي يعني يرغب بجمع أطراف الصراع على طاولة واحدة لتحقيق السلام والعدل والمحبة، وكأنه يعني تتجاهل الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب السوري، قصف المدارس والمستشفيات والهيمنة على موارده الطبيعية من خلال بشار الأسد. بعد كل ما قامت به روسيا في سوريا، هل ترى إن قدمت أي حل سيكون هنالك من يصدق نوايا روسيا؟ يعني أولا هي روسيا وغالب تصريحات المسؤولين الروس بأنهم لم يدعموا بشار الأسد، وفي السياسة الحقيقة لا يوجد دعم لزيد أو عبيد إلا إذا كانت هناك في مصلحة. روسيا جاءت لتدافع عن مصالحها، ولذلك استخدمت كل تلك الوحشية في القتل والتدمير والخراب وإلى آخر ذلك. ولكن اليوم أيضا في السياسة كما يقال لا يوجد عداوات دائمة ولا يوجد صداقات دائمة. اليوم نحن أبناء اليوم. روسيا وصلت إلى درجة كما قلت التعب، لم تعد قادرة على المتابعة في الاتجاه نفسه، وفي النتيجة أيضا هي أيضا ترى الشعب السوري ليس كله بشار الأسد، وليس كله أسرة الأسد، وليس كله من يدعم الأسد. هناك شعب تعداده 20 مليون، نصفه 24 مليون، نصفه اليوم خارج سوريا، وهذه المصالح والاتفاقات التي وقعت تريد أن تحافظ عليها إن لم تكن ترغب بالأكثر، ولذلك هي ربما تمد يعني تريد أن تظهر بهذا المظهر وتمد يدها لبقية أطراف الشعب السوري وهم طبعا الأغلبية وللمعارضة وإلى آخر ذلك. يعني بالنتيجة كما قلنا في البداية المسألة وصلت إلى حد، والوضع في سوريا لم يعد مقبولا. نعم. يعني حتى وضحت النظام صورة أستاذ وحتى محمود. من الداخل، نعم. من الداخل الذين وقفوا، ما عاد حدا يعني يستطيع أن يهضم هذا النظام بعد كل هذه الفضائح وكل هذه الجرائم وكل ما حصل. نعم، شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي محمود الوهاب، كنت معنا من غازي أنتاب. أشكر أيضا المحلل السياسي يفغيني سيدروف، كان معنا من موسكو. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الحلقة من هنا سوريا، نعود ونلقاكم غدا بإذن الله.